المشاهد الموثقة أثبتت أنه العراق باع الأتراك سراباً ومستمر بتصوير مسرحية الهزلية مع البكت. هذا التنظيم بالواقع الفعلي هو أقوى من الدولة. أنا وصفت سنجار بالمرحلة المقبلة شبيهة بغزة، لأنه وجود أنفاق، وجود أسلحة، طائرات مسيرة، أسلحة حرارية، صواريخ حرارية، وكل شيء موجود. اليوم لو كانت الدولة العراقية تستطيع أن تأتي بهذه النساء بقوة لذهبت. وأنا أروح عن السنجار تقول لي مثلاً لا سلطة للحكومة على سنجار فقط، خلنا نسوي سلطة للحكومة بالعبيدي، خلنا نسوي سلطة بالبصرة بالناصرية. أخي العزيز، اليوم إحنا مع كل الأسف يعني هسه أنا مرات أخليها من الحكومة، أنا متناقش مع الكثير من الأخوان على مستوى أجهزة أمنية، على مستوى الزراعة، يقول إحنا مكبلين. المشكلة اللي صارت إن أنه هذه الـ يعني البكك هم منظمة غير عراقية، هم منظمة جاية من خارج العراق، هم أكراد من يعني حزب العمال الكردستاني سوريا وتركيا، دخلوا المفروض يخرجون منطقة بالغة التعقيد، لكن للأسف الحكومة العراقية ما قدرت لحد الآن أنه تسوي حل لهذه المنطقة. إحنا صار اتفاقية اللي اسمها اتفاقية السنجار بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، تعالوا يا شنو بنود هذه الاتفاقية، أنه هاي العناصر الغريبة كلها تطلع، يطلعون من المدينة، يطلع البكك والحشد والكل يطلعون خارج مدينة سنجار. منو يلزم مدينة سنجار؟ أهل سنجار.